وبه نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في خامس أيام مهرجان المؤسس وانطلاقات هذا الصباح الخاصة بسن اللقاية ضمن هذه الأشواط المفتوحة والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس، شوط خاص بالإبكار، نتابع من خلاله هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة هنا على أرضية ميدان الشحانية. وكما تشاهدون وتتابعون هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان وقناة الدوري والكاس وموقع لبرقة، هنا راصدة لهذه التحديات ومنافسات هذا الميدان. نسير إلى البداية ونتابع المركز الأول، النفوذ على البداية والصدارة لهجن أم الزبار، تتقدم وتنطلق في المركز الأول بقيادة وتضمير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يقدم النفوذ على المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني، وصول من صبر لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز. بينما أتابع الوصول هناك من الجانب الآخر والقدوم من حكمة، ولكن أتابع حكمة القادمة في هذه اللحظات لهجن أم الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، يقدم حكمة من تتسلل بدورها إلى ثاني المراكز. بينما أتابع رابع الأسماء هنا القادمة الدفنة لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل مع هذه اللحظات مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا هيدمان تصل مع خامس المراكز لهجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن دلهم يتابعها في التضمير، ولكن أتابع أيضا وصول من تنضم هنا بيان القادمة مع خامس المراكز لهجن أم الزبار بمتابعة زيد بن محسن بن ديلة، يتابع أيضا بيان القادمة مع هذه اللحظات مع خامس المراكز. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدين الكرام المتواجدة على مقدمة هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. أتابع صبر، صبر غيرت على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران يقدم لنا صبر مع البداية والصدارة. بينما أتابع الدفنة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل، يقدم الدفنة مع ثاني المراكز. من الجانب الآخر أتابع أيضا الوصول والانطلاق والحضور من النفوذ القادمة، ولكن هناك بيان من الجانب الآخر لهجن أم الزبار، زيد بن محسن بن ديله القادم مع بيان مع ثاني المراكز، تغير تتواجد وتنطلق. بينما أتابع القادم هناك حكاية تصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية في أول وصول لها مع رابع المراكز، يتابعها محمد بن خالد العطية يقدم حكاية مع رابع المراكز. خامس الأسماء حكمة هنا لهجن أم الزبار بمتابعة بن سلامة القادمة والمتواجدة مع خامس المراكز، ولكن أيضا أتابع همة هنا القادمة مع هذه اللحظات لهجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن دلهم يقدمها هنا مع هذه اللحظات، ولكن الأسماء قادمة. التحديات وصول من نبا هنا لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، والأسماء قادمة، الله مفنودة قادمة مفنودة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن سعيد بن منانة يتابعها بالتضمير. الله الأسماء القادمة في هذه اللحظات، زمرة تنضم مع خامس المراكز، تنطلق هنا لهجن الشحانية، يتابعها سالم بن فران المري القادمة. الله الأسماء، الله التحديات القادمة في هذه اللحظات، حور حور لهجن الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية، تتقدم إلى
المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود مع بيان هذا البيان، هذا البيان مشاهدين الكرام. نتابع بيان لهجن أم الزبار زيد بن محسن بن ديلة، من يتابع في التضمير يقدم لنا بيان مع الكيلو متر الأخير. الله يا بيان، ولكن نتابع صبر لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء القادمة. زمرة حور تتسلل، وزمرة إلى الصدارة، ثنائية الصدارة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. يتابع حور، وهناك زمرة بمتابعة سالم بن فاران. المري سلام، هذا الأداء، هذا الانطلاق الممتاز. حور وزمرة، زمرة وحور في انطلاق ثنائي في تحدي أخير، ولكن زمرة لهجن الشحانية. الله يا الذهبي، يقدم لنا زمرة بانطلاق ممتاز بأداء رائع. زمرة هنا على الصدارة لهجن الشحانية، الله على هذا الانطلاق والانفراد على الصدارة. مشكور يا الذهبي، مشكور يا أبو جابر. من يقدم لنا أيضا هذه النوعيات؟ يقدم لنا زمرة بانطلاق ممتاز بأداء رائع. زمرة على الصدارة، الله، تغادر الجميع وتنطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية. سلام زمرة، سلام هذا الأداء الممتاز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لسالم بن فاران المري. المركز الثاني مفنودة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، بينما وصلت في المركز الثالث حكمة لهجن أم الزبار. ثالث المراكز، المركز الثالث حور لهجن الشحانية. المركز الرابع كان الوصول من بيان لهجن أم الزبار. خامس المراكز، المركز الخامس صبر لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول زمرة إلى خط النهاية. نتابع هنا لحظات الوصول ولحظات وصول زمرة إلى خط النهاية، معلنة أيضا هذا الفوز والناموس. توقيت زمرة مشاهدينا الكرام ولحظة وصولها إلى خط النهاية، 7:38، 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لسالم بن فاران المري، من قاد زمرة في هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من حور لهجن الشحانية، وهنا أيضا مفنودة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. توقيت الزمني 7:42، 7 من الأجزاء من الثانية. الثانية أيضا لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، بينما وصلت في المركز الثالث كان الوصول من حور. توقيتها الزمني 7:42، 43 جزء من الثانية. الثانية أيضا لهجنة شحانية، وإلى مضمرها محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا مشاهدينا متابعينا